ما كنزوه شي مقدمات وحشي المقدمه ديالك صافي صافي سدينا القناه صاحبي شفينا صافي ولا لا ولا ولا سدينا القناه صافي شوف هذاك يا هذا خاص ليش قو شت قشر ديال كلبسو في 2019 خاص ليش قو هذا شبيديا السلام عليكم السلام عليكم استاذ مدام سدينا القناه واش على هذا شي حاجه اللي بس القناه اجي اجي انا بعدا كاع مازال ما تشهرت بعدا وسبيتكم كاينه هذه ولا ما كاينه مازال ما درت الفلو احسك الا درت الفلو عليه الفلوس واش غادي تبهم بلا ما الحمد لله بعدا مازال ما قصد كاع الفلوس ديال اليوتيوب ولا الفلوس ديال والو وسبيتكم يعني اللهم هكاك نيت حسن ها خليها مفاجاه اللهم اين هي مفاجاه وحسن المهرج وري راسك وري راسك وري راسك وري خاصك تشارك معايا كلشي درت البارح اللايف كما تبعتينا صاحبي كما طلعتينا المهرج علاش كدير صاحبي باش نتبعوك اش نقول لكم سمحوا لي واش هو الجمهور ديالي واخا اش كدير اش كدير ما كدير والو خليني هكا انا راضي عليه الحمد لله كندير الجهد ديالي وكنعطي لك سبيتي الجمهور فين هما الجمهور هذا الجمهور كما كاين كاع عندي الجمهور يدير امك ديك القناه انا بعدا سبيتكم بحال الوالده يخدم فيها حيدوا لي والله حيدوا لي القناه حيدوا لي بعدا التيك توك في راس مشى ليا هذاك على حسب داك الفيديو ديال الضرب والجرح ديال مسحوا لي الفيديو ومسحوا لي القناه كامله راه يدير امك التيك توك ومسحوا لي القناه وهي القناه خدامه عندك فين هي خدامه راه قطعوا لينا الضو مازال ما شدك شي من عقب قيل قطعوا لينا الضو تما قطعوا الضو باش ما تمشيش المظاهره عاوتاني قطعوا الضو قطعوا الماء قطعوا الضو وذاك النهار داروا الماتش ديال الحسنيه والجيش باش زعما ما تمشي المظاهره ذاك الماتش بالعاني دار لكم داك الشيء هو هذاك الله يلا ايوا اش بدي دابا اش بدي بين خدمتك وبين خدمتك شو بدي دابا راك اللي كنت تدير مدام ما شاركتش في شي استوديو شو هذا الشيء الله يهديك واش مازال ما شاركتش في ديك المسابقه ديال اكبر الف ديال ياسين كوحاي درت ليه فوط الله الا درتها ليه بالله والله الا درت ليه فوط اش كتقول وي يا صاحبي حنا الحمد لله ما كنربوش الكلب ديالنا على الحسد الا بغينا نديرو شي حاجه ما كنقولوها كنديرو الطق وكنطمنوا قول لهم اكبر منافق على وجه الارض كنقول لهم عارف قلبي وحق الرب الا شتو عند هذا وانا نمشي لهذيك البارتي كاينه فيها الاسماء بزاف وانا ندير لك واحد النقطه هكا كدير لها هكا لا لا صافي سبان لا سبان مره لا عندك لا شوفوا نقول لكم واحد الحاجه بعدا راه شوفوا الا دار لكم شي واحد شي بارتي بحال هذيك ما غاديش تقدروا كاع دير شي سلاح ابيض شي سلاح ابيض وتضربوا وان انا صاحبي بيض شعور سبيد عادي جدا الا اذا لك شي واحد ضربك ولا شي حاجه تسبوا يعني المسامح كريم علاش بدي الجمهور انت اصلا ما عندك الجمهور ما عندي عندي واحد الشيء ديال الجمهور والله الا عندي بالله عندي الجمهور عندي واحد الشيء ديال الجمهور والله الا عندي الجمهور عندي المهم واحد الشيء اللي كيكومونتي ودوك اللي كيكومونتي دوك العشرة الحمد لله انا فكر بركه عليا انت كيكومونتي لك شي واحد شي واحد ها عندك انتم اللي كتسولوا في الله يطلع يعطيكم الخير عطينا 10 الناس اللي كيتابعوك يلا والله الا كاينين عطيني السميات ديالهم من غير حنا كيفاش من غير انا في الكومونتير كاين في الكومونتير دوك 10 كاينين اصاحبي عطيني السميات ديالهم داغور كاين سوفاج كاين دوك فري فاير شي ربعه واش شكون هما فري فاير فري فاير لا فري فاير هذا والله الا الكونطات ديال والله ماشي ديال والو عطيني السميات ديالهم كاين عبد الواحد كاين شحال من واحد ديما كيكومونطيو تحيه ليهم تحيه ليهم المنبر هذا واحد ديديكاس ديديكاس لكم كامل اللي كتكومونطيو التعليقات تحيه لخوتنا شوفوا واخا ما جاوبتكم درت لكم القلب عرفوا بدون شعور باقي في ديك داك البرانك اللي داروا لي وهادي والله الا طلع لي كثار داكشي علاش كيدير لهم لا 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 عندك غادي نجاوبكم على داك الفيديو فيه سبان وكنعتذر لكم من هذا المنبر ثانك يو فيري فيري ماتش صافي الرب يكون ويك الله يرحم ليكم الوالدين بليز فورغيف مي اش بان لك؟ انجليزية حداك ولا ماشي انجليزية؟ قورية؟ وقلة العصا اه؟ اش قورية حداك ولا ما جالساش حداك؟ عرفوا فين هذاك الشعر ديال هاد الله يرحم لك الوالدين عافاك عافاك وخليني دير لي خاطري انا يا الدراري صوتوا عليه انا صوتوا عليه والله الا دار الشعر ديال هاد الله يرحم فيا مادو خاصنا نديرها هذيك التويشية اجي هذا راه قبر لي شي داروا لي الهيد شوت دار لي واحد الشوت ازميد ازميد الهيد شوت هيد هيد هان زعما اليد او شوت شوت ضرب هيد هي الراس هيد هي الراس لا هاند 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 ماشي اليد هيد صاحبي هاند هاند هيد هي الراس بغينا بارتي ثلاثة الى البارتي ثلاثة ديال البرانك انت اللي حيدوا لك اللحم مع غليظ البرانك ديال بويضه الدراري قاعد على بعض حيد لي الطاقيه عاوتاني اش غادي ندير ندير مقدمه صاحبي ندير مؤخره حيد الله اكبر لي دابا البرده الدراري كاين لك الزاد ديال 18 والقص معالجه والنعاس ياك الدراري كاين البرده ديال مات كاينه هورنا كاينه البرده هورنا
كاين السمن قلا مسكين داكشي اش لبسنا الطاقيه وانا ندير مقدمه دابا باش تلوحها من بعد تلوحها مع الطيبه يا نسي حلف كان زو سوبر صدا اسمع كون فوي طالع حي لي الطاقيه السلام عليكم كي دايرين اخو ديزولي على كلشي اللي دار اليوم المهم مسامح كريم المهم يوم نتسامحوا معكم صافي اليوم راه فيديو خفيف ظريف اش هو القناه ديالك القناه ديالك او احسن حتى هو بحال طير صغير ووو شتي اش كيضحك عليه استقرا هو يضحك علينا دابا ماشي حسن بوكس هاد الدري هذا هذا جاب لي في تيك توك واحد فيديو 20 كا قرب بلا كابا مرزاق مرزاق هذا داك ديال روبيني ايه جابوا لي الروبيني من امريكان عرفت هو خو داك المتشابه اللي معاك ايماطاكس عيناك قول لهم صاحبي هذا فيديو خفيف باش ما نتعطلوش عليكم هذا فيديو خفيف ديال سميتو ديال زعما مسامح كريم وكنعتذر لكم وتسامحنا مع 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 والد كان سبيت لي الوالدين ديالو واني بدون قصد سب لي حتى هو كيسب لي الوالدين ديالي واني ها شوفوا اللي كيتفرجوا في الناس الكبار اللي كيتفرجوا فينا ايه سرق الزيده جبتيه معاك من الحاج واحد قرب ورقوا هذا هو الفرانك طلع لي في السروال طلع لي في السروال دارك 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 عرف دارك فين دور صاحبي دور لا لا حرام اش دار لي عطاني اليوم فرانك بسرق الزيت كنهو مازال ما طاح لي عندك برمسلق الزيت اجي هذوك الناس اللي الكبار اللي كنتو كتفرجوا فيا عطيت لكم عرفتي علاش الوالده ديالي كانت كتفرج فيك دابا لا ها شوف هذاك الفيديو هذاك هنساو هذاك لا قلت لي واش هذاك يسب صاحبي حشومه صاحبي لا هذاك فيديو قصده صاحبي لا ما تسبش صاحبي اجي ويني في المغرب كنسمع داك السبان والدينا كيسمعوا داك السبان نورمالمون الا كيطلع لا صاحبي ما تسبش صاحبي تفرجوا فيك جات معاك عام الوالده ديالي عام سعودي عرفت صاحبي حسيت بكم والله الا حسيت بكم راه ماني نطر مع سعودي قال غادي يقول دابا برافو ياك ولكن ربي سمحنا كاع الوالدين ديالنا والعائله ديالنا ياك الوالدين كنت كتفرج فيك عندك جوج ديال وحده في دوار صوره وحده اسيس قول لي واش يبيع لي راه كيصيفوا لكم ديك السيصه تما صحتكم غاديروا شد الثلج تما انت شنو دابا دابا جاي مع الولد ديالو اشنو هو المفيد في هذا الجري هو خطيب الحلقه ندير نهضروا عليه اليوم على يونس نهضروا عليه اجي اش كيداش كي صغير لا راه زال قربت لي الحلقه خليها حتى الحلقه الجايه ياك اليوم انا مسامح راه دازت 8 دقائق دابا راه واخا ما كيكومونتي عمركم شفتوا لي فما كيكومونتيش قد دير لايك ما كومونتيش ابو شرايه واش راه مسكين الله يسهل يا راه كبرات تبارك الله هي اللي مع دير فيصل اللي معاه حطوهم تما بجوج عرفتي سمحت لي تما واحد النهار سبيتهم في ذاك النهار قلت لهم اودي راه كتعمل فيديوهات مع صافي انا ما بقيتش نبان معاك البويضه سمحني انت الله يحفظك على الطاخ الكنسو صافي يحفظك قول لي راه دير العنوان تسامح مع البويضه ومع بويضه ختم 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 رجعنا للبلاصه ختم ختم فين الوجه ديالك في ذاك هتلر ديرو هتلر مع هتلر صافي يلا ختم فيصل ما باش يبان اجي فيصل راه باين صاحبي ولا مع مع الدريه مع بوشر صافي بارك الله الله يسهل عليكم يا ربي اسمح لي اش مسامحه فيصل بدي اسمح مع فيصل الرجل شوف قول لي قول لي امتى جاتي سي سمحنا ود فيصل الله مسامح كريم كتسامح مع مرات بيد عرفت نجيو عندك لعبنا في الجرده تما نجيو والله الا جينا باقي الحاج اش هو كتقول اودي ابي دون شعور انا صاحبي ختم يلا طلعوا في راسكم وسمح لي بزاف وكنتمنى داك السبان يكون بدون قصد وبدون شعور والعائلات والناس سمحوا لي الله يرحم ليكم الوالدين داك السبان راه شتي اش داروا لي اي واحد الا كنتي في ديك البلاصه صاحبي هزيك والد ضرب بيك الارض ماشي شي حاجه الا كنتي في شي في ديك الموقف وحق لا اله الا الله راه قلت له بنادم قال لي راه غادي نشدو غادي نشد ليه الراس ديالو كما قلتي راه كيعمروك هذوك المحساد هذوك كاين شي قال لي هاد الناس اللي معاك ها كيعاونوك مساكن باش يطلعوا لي القناه عرفت شكون اللي قال لك داك اللي كيقول لك الفيسبوك كندير اللايفات كنجيبو 60 جي وينهم كما عندنا من الفيسبوك سلم عليك الحسن فراسكم اه الحسن اسكم شكون احسن البلوبر فيكس يسهل عليا ودي يا ربي ودي راه دير معاه شي فيديو صاحبي الدراري قال الله يسهل عليهم ندير يوتيوب وداك الشيء وكنعتذر كاع الدراري اه دير شي فيديو انت والد قلت لك كلمه خايبه هذيك انا يا صاحبي ماشي مشكل وانا راه بكيت وانا قلت لك راه داك الشيء كيفاش بكا بكا ديالي والله الا بكا ديالي ما كنخرجش انا الدموع غادي نقول لكم برافو ياك ولكن غادي راه بكا لا ما غنقول لك برافو ياك غنقول لكم مساكن ياك في المود ديال حموده ما بكيش راه البكا الداخل ديالي صاحبي انا ختم ختم صاحبي يلا طلعوا في راسكم تلقاو فيديو جديد واش راه جات عندنا بات بان اليوم شحال هذه ما بانت في القناه صافي بينا مسكينه هضري هضري في شي كلمه
قول لي شي حاجه جديد ديالكم نجيو بارطاج اي واش كاين الجديد ديالكم الفيديوهات راه عندهم فيديوهات وحق الله تبارك الله عليهم وحق الله العظيم اكبر منافق لا راه ديك النهار كان سب راه ده عادي جدا صاحبي مره سب يطلع لك من هنا قشعت لي ومازال ما دخلي الفلوس واحد الفيديو مسكين وصل مليون ومازال ما دخلي الفلوس سوري الفيديو صاحبي لا 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 كاينين هاد الناس قالت لك شفت قالت لك شرفتي اش كيداش كيدا بشرب بشرب اش كيداش سوت اش تاج الحيط سخوت الذين صافي حرام عليك ثاني قول لهم يما طاكس يلا يما صافي قلت لك الفيديو ان شاء الله ما عرفتش يديروا هنا ثاني من بعد يلا طلعوا فراسك.